السلام عليكم، أنا جين موفق من فريق العمل الطلابي. سأكون معكم في سلسلة شرح مادة Structure 2 أو إنشاء 2. أول موضوع رح أحكي عنه في مادة Structure 2 أو إنشاء 2 هو موضوع Method of Virtual Work. موضوع Method of Virtual Work هو من أسهل المواضيع في مادة Structure 2. رح نحكي في بعض المصطلحات أو في بعض الرموز رح أحكيها يعني قبل ما أني أبلش أحل الإكزامبل. أول إشي أم، الأم هاي هي عبارة أو الأم كابيتال أو أم الكبيرة، هو عبارة عن المومنت أوف أز فانكشن أوف إكس فور ذا ريال بي. هاي الأم الكبيرة هي اللي أنا بحسبها يلي بتكون كل إشي فيها حقيقي، يعني إني أنا ما بضيف إشي علشان أحسبها، لا كل إشي بكون فيها حقيقي، أو أنا بسميها المومنت أوريجينال، يعني المومنت الأصلية في البي. تمام. في عندي الأم الصغيرة أو الأم سمول، هي عبارة عن المومنت أوف أز فانكشن فور ذا نيو بيم وذ ذا نيو لود. هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن المومنت اللي أنا بحسبها، المومنت اللي أنا بحسبها مش من، يعني هي الوهمية اللي مو موجودة، اللي أنا بفرضها من خلال إني بفرض لود جديدة علشان أحسب المومنت of المومنت of as function for the new beam. برضو في عندي هذا الرمز، هو عبارة عن displacement، أتوقع أنه أخذناه في مادة structure 1 وهي قانونة. هذول القوانين رح أحكي عنهم، رح نفهمهم أكثر في الإكزامبل. في عندي أم small وأم capital. الأم small في لما بدي يطلب مني calculate displacement أو بدي أحسب displacement هون أو delta بنسميها إحنا على الحالتين، صح؟ ها هون بعوض لود اللي بده اياها في السؤال. مثلا طالب مني بالسؤال احسب اللود، احسب displacement at point B، عند النقطة B بوضع لود قيمته 1 كيلو نيوتن. تمام. والام كابيتال بحسبها عادي من السؤال، ما بفرض اشي، بالعكس تكون جاهزة من السؤال. السب ديفليكشن هو هي عبارة عن ايش؟ نفس هذا القانون، ولكن شو الاختلاف؟ الام السمول او الام الصغيرة، الام الصغيرة هي عبارة عن 1 كيلو نيوتن في متر. يعني انا لما بدي يجي نفس المرة الثانية، لما بدي يجي يحكي لي بالسؤال انه احسب الديسبليسمنت at point B، بوضع عند النقطة B مومنت، مش فورس او لود، لا بوضع مومنت. تمام. وهي وحدتها كيلو نيوتن لمتر. طيب في ناس بحكي لي ليش ما بنحط مثلا 2؟ لا هون حاكين 1 عشان ما لها هاي الكمية التأثير. تمام. برضو رح نيجي نحكي الاكزامبل، رح نحل هلا الاكزامبل. هذا الاكزامبل هو طالب مني انه determine the displacement at P، ومعطيني قيمة الـ E ومعطيني قيمة الـ I. قيمة الـ E والـ I هنا موجودين عنا. هلأ إحنا بدنا نبدأ نحل بالسؤال. أول خطوة أنا بدي أجي أحل فيها السؤال هي عبارة عن إيش؟ بدي أطلع المومنت الكابيتال أو المومنت أوريجينال. تمام. خلينا إحنا نبدأ كيف بدنا نحلها أو كيف بدنا نطلعها. عبارة عندي، مش عارف، أوكي. أول إشي برسم، وهاي الرسمة بحطها عندي هون distributed load. distributed load أنا عشان أحسبها هي 12، وإحنا علشان أطلع هاي بضربها في المسافة. تمام. بس هون مش رح أحط 10، رح أحط X. ليش؟ هلا بحكي لكم ليش. هلا النقطة هاي، النقطة هاي ما رح أحط، ما رح أوضع إيش، رح أفرضها هون X كاملة،
بس لما أجي أعوضها بالإنتجريشن راح تشوفوا كيف إنه راح تكون قيمتها 10. تمام؟ راح أحكي هاي المسافة كلياتها من هون لهون هي عبارة عن X. تمام؟ بدي أنا أحسب المومنت، المومنت وين بدي أحسبها؟ بدي أحسب أنا المومنت بهاي الطريقة، هذا المومنت. أنا بدي أحسب المومنت من هون لهون. دائما يا جماعة اتجاه المومنت من الأسفل للأعلى، مش دائما حسب إنه شو طالب مني بالسؤال. طالب مني بالسؤال إنه بالاعتماد على counter clockwise أو clockwise. هون هون أنا راح أفترض كل المسألة راح أحلها بcounter clockwise. تمام؟ يعني إنه مع عقارب الساعة موجب وعكس عقارب الساعة راح أفترضه سالب. تمام؟ بس إنه ننتبه بالامتحان المهندس أو المهندسين أو الدكاترة ممكن بيذكر بالسؤال انه كانت الكلوكوايز او الكلوكوايز. تمام؟ مع عكس عقارب الساعة ومع عقارب الساعة. تمام هاي المعلومة ان شاء الله. هلا طيب ليش مثلا في بحكي طب ليش انا حسبت المومنت بهاي الطريقة، ليش ما اني اجي انا مثلا احسب المومنت مثلا هون؟ لا ليش؟ لانه هو برضو يعني رح يكون عادي، بس انه هاي الاحسن والاسهل الي كحل. تمام؟ يعني الاسهل الي كحل. بعدين علشان احنا البوينتس بي انه بدي ادخلها هون، بدي احطها هون، يعني بدي اياها، بدي احسب النقطة عندها. لو اخذت هون بهذا الشكل، لو اخذت المومنت هون وطرتها هاي مش موجودة وهيك رفعتها، نفس الاشي صح، رح تكون الاجابة مش غلط. بس انا الاريح الي اخذته. تمام؟ عشان هيك اريح واسهل. تمام؟ هاي الطريقة، هاي النقطة هيك احنا حسبناها ان شاء الله. رح نبلش هاي المومنت الكبيرة مثل ما احنا سميناها، بدنا نيجي نحسب. تمام، مومنت at B، بس خلينا نرسمها B. هاي المومنت B بعكس عقارب الساعة، هيها شايفين كيف بعكس عقارب ايش؟ بعكس عقارب الساعة، فنحن رح نعوضها موجب. تمام؟ زائد ها، زائد هاي كيف جاية بعكس عقارب ايش عندي الساعة. بس هون احنا كان مش بدنا نحط 10، لا هون رح نحط ايش؟ اكس كاملة، والمسافة هاي كاملة رح تكون، بس احطها بلون اخر، رح تكون عندي هون اكس 2 وهون عندي يا اكس 2. تمام؟ ليش؟ احنا هاي يعني هاي موضوع structure 1. تمام؟ فراح تكون قيمة 12 او اكس في، احنا عشان نحسب المومنت عشان نطلع قيمة مومنت بدي انا احسب المساحة او المسافة اللي قطعها الجسم، مش المساحة اسفة، المسافة الذي قطعها من هون لهون هيها. نحسب الـ MB، بدي أبطأ يعني اخليها عامل مشترك، تساوي سالب، هون راحت صارت X تربع. هاي اول خطوة احنا اشتغلناها، طلعنا الـ M كابيتال. تمام؟ هلأ انا هدي أطلع بس الأم اسمول، كيف بدي أطلع الأم اسمول؟ هذا البيم عنا. تمام، هذا البيم عنا هيو. تمام، شو بعمل؟ بده أحسب الديسبليسمنت عند هاي، شايفين كيف؟ هاي ديسبليسمنت عند نقطة B، at B، حط خط عند at B. دائما زي هيك لما احنا نحط مثلا ملاحظات مثلا انش طالب السؤال رياح لنا عشان ما نغلط. تمام؟ هلا المومنت او الريال، مش الريال سوري اسف، هو الناتجة من ايش؟ الناتجة من فرض للود الجديدة. تمام؟ يعني هي مومنت جديدة ولود جديد. هلا انا وين بدي احطها؟ هون بي هون ايه؟ بخلي ها، بخلي انا البيم ولا عليه اشي غير اللي انا فرضته.
تمام، غير اللي انا فرضته والاشياء مثلا انه كان عندي سبورتس، يعني مثلا هون في عندي فيكس سبورتس، هاي بحطها مهمة فيكس سبورت، هاي يعني بخليها ايش، بخليها فاضية، يعني مش كانت هون عندي اياها distributed load، لا هون راح اخليها ولا ايش عليها غير بس المومنت اللي انا بدي افرضها. طيب هاي واحد كيلو نيوتن. طيب في ناس مثلا بيحكي طب ليش احنا حطينا النيوت او اللود هون الى الاسفل، ليش ما نفترضه للاعلى؟ بدي انا افترضه للاعلى رح يطلع معي مش كونتر كلوكوايز، يعني رح يطلع معي مش رح يطلع عندي كونتر كلوكوايز، رح يطلع معي كلوكوايز، انا بدي اياه كونتر كلوكوايز تمام. فالام الصغيره ام الصغيره بدي انا احطها ناقص تمام، هي هيك جايه يعني مع سريعه زائد تمام، هون زائد، وهي المسافة احنا فرضناها دائما نفرضها اكس تمام، يعني واحد في اكس تساوي صفر، حلو، فصارت ام سمول سالب اكس، حلو. فهون انا طلعت قيمة المومنت الكبيرة، طلعت قيمة المومنت الصغيرة، بدي اجي انا شو، بدي اعوضها بالقانون، بدي اعوضها بالقانون، قانون ايش؟ قانون displacement، بدي اجي احسب هاي الخطوة displacement مثل ما هو طالب عندي بالسؤال، بحسب الام الكبيرة في الام الصغيرة. لا تنسوا تحطوا القوانين عشان ممكن عليها علامات تمام. هون من صفر لعشرة الام كابيتال شو هي؟ عبارة عن سالب اكس تربيع في اكس سالب على ال اي اي في دلتا الاكس. في معلومة مهمة ممكن الكل بخربط فيها، هون ما بصير عندي اطلع هون سالب هون موجب، لا لازم الثلاثتين يكونوا سالبات، الثلاثتين يكونوا موجبات تمام. هون يعني خلص السؤال، هون يعني مسائل يعني بتعوض هون وبتطلع بس لهون، ممكن الدكتور خلص لهون خلص حط، مرات يطلب مني هيك او مرات مرات خلينا نعوض بالانتجريشن شو سالب اكس تربيع على الـ اي في دلف اكس، هاي موجب مع سالب مع سالب راحت، راح تصير عندي في ستة في اكس تلات على الـ AI، راح بدي أكامل صح؟ في X بس أربعة على الأربعة في الـ AI، هون من الصفر لعشرة بالـ integration